الجالية العربية في البرنت كان لها مشروع في الألفية يعني قبل 16 عاما. أصدرت هذا المطوية. لا هو مطوية فأصدرت هذا النشرة عن الآثار العربية في لندن مشكورة طبعا وبذلت جهدا في إعدادها وتعدتها إحدى السيدات الرابطة وهي تعمل كوريتر لإحدى المتاحف الآن في اسكتلندا أظن يعني هي قائمة على المتحف يعني لها خبرة في الآثار وأمها أيضا خبيرة في الآثار فأعدت هذا وهو جهد ليس بالقليل وقامت بناء على طلب من رابطة بريت وبمناسبة الألفية هنا كان هناك فند وتم طبعه كلف حوالي كان كلف 5000 فقط وبالمناسبة هي رابطة تتكون من النساء فقط هذا سر نجاحها على الأقل يعني الجاليات العربية تركت أثر هذا من جهد النساء وللأسف السيدة ندوة جندي لم تتمكن من الحضور بسبب أنها أقعدها المرض ولكن كان لها نشاط ملحوظ ومشكور في نشاطات المنتديات العربية في لندن وهذا أحد إنجازاتها هذا هو الغلاف غلاف هذه النشرة ويحمل اسم الجالية رابطة الجالية العربية في برنت وعليه بعض الآثار الجدارية هذه الجدارية من لوحة آشورية تبين الملك الآشوري آشور بانيتال يجر الأسرى والتي فوقها بالبلاط الأزرق طبعا إسلامية والكرة الأرضية من البرونز من المغرب فكل مقتنيات وكل صورة في هذه النشرة تبين من أي متحف أو من أي قاعة جاءت هذه الآثار وتحفز من يريد الاطلاع على ولوج تلك المعروضات لكي يعني تعرض نموذجا وترغب به بان هناك المزيد. هذه عمله مشهوره يعني من جورج الخامس ولكن تم طباعتها في سوريا كما يقال اعترافا بفضل بريطانيا. تعرف انه في ذلك الوقت في الثوره العربيه الكبرى كان الشريف حسين واولاده يعني صنيعه بريطانيا فاعترافا منهم بفضل بريطانيا تم طبع هذه جورج الخامس وصارت متداولة في سوريا وعلى الوجه الآخر أيضا فارس لا أظنه عربيا فهذه كانت في زمن عندما كان فيصل ملكا لمدة سنة واحدة على سوريا تم طبع هذه العملة الإنجليزية وهي الآن موجودة في المتحف البريطاني في قسم البنوك الذي أسسه بنك HSBC وهذا النموذج آخر من الملك الإنجليزي أوفا أكثركم سماعا عن ملك أوفا الذي عاش في القرن التاسع الميلادي وأصدر عملة عليها لا إله إلا الله وطبعا معظم المؤرخين يسارعون إلى نفي أنه لم يسلم كان هو ملكا في ما يسمى الآن الميدلاند كانت تسمى في ذلك الوقت ماسيدونيا ولكن طبعا الرأي الآخر أنه إذا لم يكن مسلما كيف يروج لكتابات إسلامية وهو يعرف تماما أن هذه الدولة الإسلامية إذا لم يكن هو يعتنق مذهبه معنى هذا أنه يروج للعدو المهم أنه هذه العملة شهيرة وهي أيضا موجودة في المتحف البريطاني في القسم العملات قاعة اسمها بامبسايت هذه للمستشرقين للرسومات الاستشراقية وأيضا للرسومات العربية للرسامين العرب المعاصرين ومن مختلف يعني ووتر كلر أو غيرها اللي يعرفون بالرسم يعرفون هذه
مقتنيات اثريه للعرض، وانما ايضا لمن يريد ان يشتري. فهذا نموذج لاحد رسومات المستشرقين، اقواس مقهى في مدينه بسكرة الجزائر. وهذه من المكتبة البريطانية، لا تحتاج إلى من يذكر بأن المكتبة البريطانية غنية جدا بالمخطوطات العربية، مخطوطات نادرة. فهذه نموذج نسخة من القرآن من عهد السلطان المملوكي بيبرس. في أيضا تابع للمكتبة البريطانية اسمه الأرشيف الوطني للموسيقى، فمن يطلع عليه يرى أن بعض اللغات العربية أم كلثوم أسمهان وبعض الأغاني اللبنانية. والمتحف البريطاني من أغنى متاحف العالم، قاعات الحضارات القديمة الفرعونية والآشورية والأكدية معروفة جدا يعني، بس احنا هنا في صدد دائما الآثار العالمية. فهذه نموذج جرة فضية من الموصل، يعني من حضارات أظن تعود إلى العصر الإسلامي وليس إلى الحضارات القديمة. طابل من تونس، أيضا البريتيش ميوزيوم، المتحف الإنسان أيضا عنوانه موجود في المنشور، وهذا نموذج من المعروضات العربية جلباب فلسطيني تراث من القرن التاسع عشر. متحف وأرشيف الصليب الأحمر البريطاني، الصليب الأحمر كان يتدخل حيثما كان الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، وكأي مؤسسة بريطانية لها أرشيفها، ولها طبعا الأرشيف فيه وثائق وفيه صور. هذا متحف اسمه هورنيمان، فهو على اسم من أسسه هورنيمان. والسنة الماضية في الصيف لما عملنا برنامج في الصيف كل أسبوعين كل يوم سبت، كان من ضمنها أيضا رحلة إلى هذا المتحف، وليست رحلة وفي شرق لندن، ولكن الحدائق التي تحيط به وأيضا الأفلام التي تعرض. هو هذا المتحف بالأساس للتراث الأفريقي، وأيضا للأسف لم يحضر أحد قط. فأحد المعروضات آلة موسيقية، وأنا يعني أود أن تأخذوا فكرة عن هذا المتحف لأهميته، والدخول إليه مجانا أيضا، وفيه الكثير من الأفلام والمعروضات. The Horniman Museum and Gardens are a local treasure with internationally renowned collections in South London's Forest Hill. The museum began as the private collection of Victorian tea trader Frederick Horniman, which grew until it filled his whole house, which he opened to visitors in 1890. Since then, the collection has expanded significantly and now includes world-class collections of anthropology and musical instruments, as well as an acclaimed aquarium and historic natural history gallery. Over 500,000 people visit the museum and gardens every year. كيو جاردنز بالتأكيد أكثركم يعرفها، ولكن فيها أيضا قاعة للمعروضات ومن كل البلاد، وهذه نموذج منها لما يخص العرب، قبعة نسائية من وادي حضرموت مصنوعة من الخوص. ليتون هاوس أظن أنه أيضا معروف للكثيرين، خصوصا من يهتم بالطراز المعماري، اللي هو مكان هولاند بارك. فهذه القاعة العربية، هذه أيضا متحف أو معرض خاص أنشأه اللورد ليتون، والقاعة العربية هي السنتر بيس، يعني نقطة الارتكاز في المبنى كله. وفي الكثير من هذا القاشاني اللي من جميع البلاد العربية، من دمشق وتركيا وفارس البلاد الإسلامية. المتحف متحف جاليري، هذه أيضا جاليري
مهتمة بالرسومات الاستشراقية من القرن التاسع عشر. ومتحف لندن وفيه صورة عن رجل يهودي يبيع التوابل، أصله من المغرب، كان يعيش في لندن. وهذا متحف لندن أجزاء من زجاج من القرن التاسع عشر مكتوب عليها النصر لسيدنا السلطان. لا أدري ما علاقتها بلندن، يعني لماذا هي في متحف لندن. ومتحف البحرية أو القوة البحرية ومرصد في غرينتش. هذه منظر لمدينة جدة أخذ من البحر، قبطان سفينة، لأن بريطانيا أصبح سيدة البحار بتطور علوم البحار. ففي غرينتش المرصد ناشونال مارتايم ميوزيوم فيه الكثير من الأجهزة وأيضا تاريخ البحرية البريطانية ووثائق حروبها والأجهزة التي ساعدت في تطورها. فأحد المعروضات فيما يخص العرب صورة يعني جدة. ومقبرة في بيروت 1819 أيضا أخذت من البحر. البتري ميوزيوم هذا متحف ضخم ومتخصص أكثر شيء في المصريات. نموذج من هذا المتحف ثوب من الخرز من منطقة قاو، ما أعرف في مصر يوجد من المنطقة. متحف الكلية الجراحية فيه أدوات جراحية من شرق الجزائر من منطقة البربر. ربما لأن هذه المناطق البدائية لا تزال تمارس الطب بهذه الطريقة، لا تزال تستعمل هذه الأدوات. وفيها كثير من المخطوطات العربية mostly translated into Latin. فيها كتب الرازي و القطاسس وأبا سينا. أي هم أبي سينا. يعني من يهمه البحث في مخطوطات عربية طبية ربما في كلية الملكية للجراحي يجد بغيره. مذاق من البرونز مصنوع في مصر للسلطان قائد الباية. رؤية فارماسيتيكا هذه كلية الصيدلة، الكلية الملكية للصيدلة. شعار الجمعية الملكية للصيدلة في أحدها ابن سينا والآخر هو طبيب إغريقي، طبعا اعترافا بفضل ابن سينا على الطب في أوروبا. أحد أعمدة الدواء ابن سينا يعني مع الإغريق. ساينس ميوزيوم هو من الكثيرين أيضا يعرفون هذا المتحف. فمن ضمن المقتنيات مومياء قطط من مصر ونموذج خشبي من النوبة في السودان. هذا أيضا أحد المتاحف الخاصة للسير جون سونز، تابوت حجري للفرعون المصري سيتي. التيت جاليري، التيت جاليري رغم منها المودرن آرت الأوروبي معظمه، ولكن مع ذلك هناك بعض المقتنيات العربية، من ضمنها هذا خط عربي على شكل أسد من القرن التاسع عشر. أظن هذا إما إيران أو العراق. هذا أيضا تيت جاليري، كان المستشرقين في ذلك الوقت محبوسين. نعم. إيران أيضا خط عربي. إيران خط عربي. يعني راح تكتب بسم الله وهي تكتب الفارس؟ لا بالمعنى. بالمعنى؟ في مظاهر يعني كلمتنا عربي. يعني ايران ايضا تستعمل العربية. العربية هي كانت لغة الدولة الإسلامية ما تفرق القوم إلا بعدين جاءهم. في زمن الاستشراق أيضا زمن الرومانسية من القرن التاسع عشر كان الأوروبيين مهووسين بالشرق، كل من ذهب إلى الشرق دائما يحتفظ بصورة مرسومة بالزي العربي. فهذه أحد في بغداد. فيكتوريا ألبرت ميوزيوم المتحف الذي حوى كل شيء في
من كل البلاد التي ذهبها الإنجليز مستعمرين، حتى مفاتيح الصدئ نجدهم احتفظوا بها. صعب جدا أن يحصل مقتنيات ما يجده في ألبرت فيكتوريا عند ألبرت ميوزيوم. هناك نموذج منها للآثار العربية، منبر من العصر المملوكي نهاية القرن الـ15 مصنوع من الخشب المطعم في العرش. أيضا من فيكتوريا عند ألبرت. هو كاتبين سيناتوف، بس يعني كيف يكون سيناتوف في البلاد الإسلامية؟ سيناتوف مثل القبر المفتوح أو مثل هذا وهذه القبور، هذه موجودة قبور حجرية في المساجد الإسلامية. في تابوت توابيت حجرية. إي بس الحجرية عادة من العصر الفرعوني، يعني في العصر الإسلامي لأن في توابيت مفتوحة. عندنا في سوريا كلها رومانية رومانية إي من البتراء. البتراء موضوع ثاني. إي بس يعني في العصر الإسلامي لا توجد عادة توابيت مفتوحة، يعني تتنافى مع فكرة الدفن عند المسلمين. بس مع ذلك في مسجد في القاهرة. بعض الأشياء تحتاج إلى مراجعات، يعني يجب الواحد أن لا يأخذ كلمة المستشرق هنا. Wallace Collection أيضاً هذه متحف خاص. Natural History Museum. طبعا الناتشرال هيستوري ميوزيوم على الكائنات الحيه اكثرها، فبعض لم اجد شيء يخص العرب، ولكن حسب الشرح ان هناك الكثير من الحيوانات من البلاد العربيه، الغزال والضب وحيوانات الصحراء، ومثلا بعض قطع العاج من السودان، ولكن لم اجد صوره لها. بروناي جاليري ايضا نعرفها كلنا، فيها كثير من المخطوطات، فهذه نموذج لرساله من الملك الانجليزي جيمس الاول الى السلطان العثماني بتاريخ 1621. هذه عندما قررت بريطانيا ان تفتح قنصليه عند الدوله العثمانيه. كانها بالعربي؟ لا بالانجليزي. ليست من التاريخ العربي. لا هي موجهه للسلطان العثماني. ليس عربي العثماني. يعني اسلامي. لم يعد هناك، لم يكن هناك فرق. احنا ايضا لما عرضنا من ايران يعني دوله اسلاميه. 1621 هذه وثيقه مهمه، معنى هذه ان ابتدت العلاقات الدبلوماسيه في ذلك الوقت. يعني هناك هذه الرساله يطلب منه فتح قنصليه. وفي ذلك الوقت تقريبا في مدينه ازمير كان هناك شبه قنصل لبريطانيا، كان هناك تاجر او ملحقيه تجاريه لبريطانيا، لانه ازمير مدينه تجاريه طبعا، وكانت هي اهم ميناء في تركيا، حتى كثيرا من مثلا روايه الفرسان الثلاثه تبتدئ بسفينه تاتي من ازمير. ازمير خرج منها المسيح المزيف لليهود اللي اسمه سبتي. سبتيز فاي كان في أزمير. أبوه كان يعمل في الملحقية التجارية البريطانية في أزمير. في هذا الزمن يعني 1620 بداية طلب الملك جيمس الأول إقامة علاقات أو نوع من الممثلية لبريطانيا في السلطنة العثمانية. 1666 كان سبتيز فاي قد على شأنه وسافر إلى أوروبا وإلى بولندا، ثم عاد إلى احتفل به اليهود كأنه هو المسيح المخلص. طبعا القصة معروفة بعدين لما السلطان العثماني استدعاه وطلب منه أن ينبذ هذه الدعوة، أن يتحول إلى الإسلام أو يقتل، فتظاهر بالتحول إلى الإسلام ومنه يهود الدولة الذين يعني استوطنوا سالونيك، وبعدين في الانقلاب العثماني جمعية الاتحاد والترقي وصلوا إلى الحكم، ويقال بأنه أتاتورك أو أحدهم. هناك الكثير أدهشني أنه الكثير من المشاهير في العالم الغربي يعتنقون نفس الفكرة اللي هم يسمونهم الفرانكيزم،
انه في عندما يموت احد انبياء اللي يتبعون طريقه سبتي فيظهر واحد ثاني بانه هذا يعني روحه ظهرت فيه اللي هو التناسخ. فاحدهم كان بولندي اسمه فرانكس، فالفرانكيزم كانت اشتهرت جدا في العالم الغربي حتى يقال بانه ابو كارل ماركس هو من الفرانكيزم. الارشيف الافلام البريطانيه ايضا هذا العنوان وفيه الكثير من او على الاقل interesting example include كاميرا عربي في عرب فيلمز اوكي. المهم بيقسم للافلام العربيه ايضا، يعني من اراد ان يبحث بعض الافلام النادره او الافلام الوثائقيه التي سجلها الانجليز عن العرب ربما يجد بغيته في هذا المعهد البريطاني. هذا هو يعني مع الطفل. هذه احد الافلام الدوكيومنتري التي قد يجدها البعض في ارشيف السينما البريطانيه وليس لها وجود في العالم العربي. عندما كون الانجليز الشرطه الفلسطينيه في زمن الانتداب. واخيرا هذه السيده ندوه الجندي رئيسه رابط المنتجين.